الآن لم يعد الأمر مقصورا على شباب العرب والمسلمين. الآن شباب الجامعات كلها في أكثر من 40 جامعة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بالإضافة إلى جامعات كثيرة في أوروبا وفي استراليا، دخلت على خط رفع لواء الحرية والدفاع عن الحقوق والمكتسبات والمحافظة على الحق في حرية التعبير ورفض الكبت والقمع الذي يريد الساسة الظالمون أن يمارسوه على الشعوب. ولعلكم تذكرون في شهر نوفمبر كانت لنا خطبة بعنوان صراع الإرادات بين الشعوب والحكومات، لعلكم تذكرون ذلك. هذا الصراع مستمر والآن في ذروته، الآن في ذروته. نسأل الله أن ينصر أهل الحق في كل مكان، ونسأل الله أن ينصر طلاب الحرية والكرامة في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء، أيا ما كانوا مسلمين أو غير مسلمين، لأن صاحب الحق والباحث عن الحرية ينبغي أن ينصر أيا كان موضعه وأيا كان لونه وأيا كان دينه. لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شباب الجامعات في الدنيا كلها من بطش الظالمين الذي يبيت من أجلهم، وقد انضم إليهم أساتذة الجامعات، وكلنا نرى ما يفعل بهم من أجل إسكات أصواتهم، وكأنهم يريدون أن يمارسوا ما مارسه العرب على شعوبهم أيام الثورات العربية في 2010 و2011 و2012 و2013، وتحس كده كأن الذي يخطط لقمع هذه المظاهرات ولإسكات هذه الأصوات أناس من العرب يوردون الخبرات في هذا القمع. نسأل الله أن يخلص العالم من الظلمة والظالمين ومن القتلة والسفاحين.